واحد السؤال مهم اللي خصنا يعني نحاول ما امكن اننا نجاوب عليه هو شنو هو الفرق ما بين واحد الشاب اللي هو اليوم كيعيش في واحد المستوى مزيان وعنده الدار ديالو وعنده الطوموبيل ديالو وعنده واحد الاسره اللي هي مزيانه وبين واحد الشاب اخر اللي باقي مثلا على مشارف الاربعينات وباقي كيتضرب مع واحد مجموعه من الامكانيات اللي هي اساسيه كان توفير له واحد السكن او توفير واحد السياره او توفير واحد المدخول اللي ممكن يدير به واحد التجاره اللي هي جانبيه. الجواب هو بسيط جدا، هو ان اليوم خصنا منين نتخرجوا من الدراسه ديالنا او من التكوين ديالنا هذيك السنوات الاولى ديالنا نحاولوا ما امكن اننا نقضيو في الغرض، يعني نحاولوا ما امكن نجمعوا واحد مجموعه من الفلوس لان كتكون المصاريف ديالنا هي مصاريف اللي هي باقا شويه قليله لاننا عايشين مع الاسره ديالنا بدرجه اللي هي اساسيه. ولكن واحد مجموعه من الشباب ديالنا مع انهم كتدخلوا من الفلوس كيمشيو انهم يعني كيخسروا لهم واحد مجموعه من الامور اكثر من داك انهم كيمشيو مثلا في شي بليات اللي هي ما مزياناش ومن كيبغيو يتزوجوا كيقاوصهم بان يعني بعد 35 او 36 سنه مازال باقي خاصو سنوات اخرى باش انه يوفر الاساسيات ديالو باش انه يكون مزيان، هي توفير واحد السكن او واحد الطرف مزيان فلوس يدفعوا واحد السكن ديالو او واحد السياره ديالو او على الاقل واحد المدخول ديالو اللي هو مهم اللي عنده في الادخار ديالو.